غالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة بيوم جديد عم نبتدي برفقتكم مشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا بصباحنا لليوم مواضيع اخترناها من حياتنا اليومية وأكيد مع ضيوف رح يرافقونا بمجالات مختلفة بين الثقافة المجتمعية وأيضا المبادرات الشبابية والأهم الشباب السوري المتميز والطلاب السوريين يلي عم يحققوا تفوق دائم وعم يأكدوا يوم بعد يوم أنه بالعلم وحده ترتقي الشعوب. يسعد صباحك ليا. صباح الخير لك أريج وصباح الخير لكل المشاهدين. إن شاء الله اليوم يحمل كل الأمل لكم مشاهدي الإخبارية السورية تفاصيل جديدة رح نعيشها سوا بمشوارنا لليوم ودائما وأبدا. تحيتنا الأولى لحراس السلام بسوريا أبطال الجيش العربي السوري. مشوارنا اليوم ابتدى برفقتكم ولكن بعد الفاصل. أريج بداية صباحنا لليوم من صيدنايا يلي شهدت بالأمس وبرعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع محافظة ريف دمشق وعدد من الفرق والمنظمات الشعبية والشبابية شهدت افتتاح فعاليات مهرجان صيدنايا 2016. تفاصيل أكثر بتقرير لزميلتنا نيرمين عمار. سوريا مهد الحضارات وتحديدا من مدينة صيدنايا أرض السلام والمحبة لا يمكن أن تتوقف الحياة فبرعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع محافظة ريف دمشق وعدد من الفرق والمنظمات الشعبية والشبابية افتتحت فعاليات مهرجان صيدنايا 2016 بحضور رسمي وشعبي كبير وذلك ضمن احتفالات الوزارة بيوم السياحة العالمي وعيد السيدة. ابتدأت الفعاليات بتوجه إلى نصب الشهداء الموجود في المدينة ووضع إكليلة من الزهور هناك تلاه زيارة لحواجز الجيش وتكريم عناصرها بالوشاحات التي تحمل العلم السوري ثم مسير سلام وزيارة دير سيدة صيدنايا. بعدها افتتح المهرجان رسميا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة وعزف النشيد العربي السوري ثم إضاءة الكنيسة إضاءة بانورامية وتصويرها تلاها إلقاء بعض الكلمات الترحيبية والعروض الموسيقية وعروضاً للفرق الشعبية الراقصة. يذكر أن فعاليات المهرجان تمتد ليوم الجمعة القادم.
طبعا تحفر صيدنايا مكانها كما مكانتها ليس فقط في قلب سوريا جغرافيا، وإنما في قلب كل سوري مؤمن بحضارته وتراثه وتجذوره أيضا، وأيضا في قلب كل محب لسوريا مؤمن قام بزيارة صيدنايا أو يرغب بالحج أو الزيارة إلى صيدنايا. طبعا نحن في وزارة السياحة نشجع كل ما من شأنه أن يبقي صيدنايا محفورة بذاكرة الأبناء كما هي محفورة بذاكرة الآباء بكل ألقها. هذا مهرجان الفرح والمحبة، مهرجان انتصارات الجيش العربي السوري اللي بتتزامن مع هذا المهرجان في عيد السيدة هون، وإن شاء الله نحن جاهزين كمحافظة ريف دمشق للتعاون وفي المجال تطوير السياحة وفي مجال كل ما تطلبه صدنايا هون لنتعاون معها وأحياء المهرجانات القادمة بإذن الله اللي راح تكون مهرجانات انتصاراتنا. إن شاء الله كل عام وسوريا بخير، وكل عام وصيدنايا والجميع بألف خير لهذه المنطقة من أهمية حضارية وتاريخية وتراثية بأذهاننا كشباب وكشبيبة وكسوريين. إن شاء الله الأمن والأمان يعود لسوريا ونرجع نحتفل بالمناسباتنا الوطنية والدينية والقومية مثل ما كنا وأفضل. هيا سوريا، نبض الحياة فيها لم ولن يتوقف، فأبناؤها هم من عاهدوا الله أن يبقى اسمها على الشمس التي لا تغيب. يعني أكيد نحن دائما نتمنى لبلدة صيدنايا الألق يرجع لها ويرجعوا زوار وترجع أكيد النشاطات والفعاليات والاحتفاليات يلي شهدنا أولى الفعاليات يوم أمس، وأكيد اليوم كمان الفعاليات مستمرة ورح يكون في إلنا تغطية. أكيد أريج، يعني صيف 2016 يمكن كان حافل بالفعاليات الشبابية والمهرجانات، ويمكن بنهاية هالصيف تكللت بمهرجان صيدنايا يلي تعودنا على ألقه مثل ما ذكرتي، وأكيد جميع الفعاليات رح نشوفها عبر شاشة الإخبارية السورية. بالتأكيد بكل يوم أحداث كتير بتتسجل بمكان بالتاريخ لتكون حكايتنا للمستقبل، واليوم خلونا نتعرف سوا على أبرز الأحداث اللي شكلت حكاية يومنا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1380 الروس بقيادة ديمتري دونسكوي يلحقون هزيمة ساحقة بجيش يتكون من مزيج من التتار والمغول. وفي عام 1937 سوريا تستضيف المؤتمر العربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها. وفي عام 1943 إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1944 قصف مدينة لندن بصاروخ V2 لأول مرة في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1986 بدء عرض أول برنامج حواري للمذيعة أوبرا وينفري. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1830 ميسترال، أديب وشاعر فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1904. وفي عام 1841 دافور جاك مؤلف موسيقي تشيكي. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1965 شتاونجر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1950. وفي عام 1981 هيدكي، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1949. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. اليوم أيضا تسجل تاريخ وفاة وولادة عدد من الشخصيات يلي تركت بصمتها عبر التاريخ. من شخصيتنا لليوم خلونا نتعرف سوا.
فريدريك ميسترال أديب مسرحي وشاعر فرنسي من مواليد 8 أيلول عام 1830. قاد عملية أحياء اللغة الأوكستيتانية، لغة أهل بروفانس، لغوياً وأدبياً في القرن 19، وكان شخصية مهمة في حركة فيلبرج التي هدفت إلى أحياء ثقافة بروفانس. أنهى ميسترال دراسة الحقوق في إكس، عاصمة بروفانس القديمة، لكنه لم يشتغل في هذا المجال بل كرس حياته لكتابة الشعر، يعتبر أهم شعراء بروفانس. كتب العديد من الكتابات في لغة بروفانس، منها قصيدة ميريو أي الحصاد عام 1859، والتي أعدت لتكون أوبرا، كما نشر العديد من دواوين الشهر وقاموساً، بالإضافة إلى ترجمة لسفر التكوين. مؤلفته ميريو كانت ملحمة شعبية بلغة بروفانس وتعتبر من روائع الأدب العالمي. بعد عامين من نشرها حاز على جائزة الأكاديمية الفرنسية عام 1867. نشر قصيدة كاليندو، كتابه جزيرة الذهب، حوى مجموعة من القصص والقصائد. عام 1904 حاز على جائزة نوبل للآداب، وقد عللت اللجنة ذلك بسبب عفويته المنعشة وقريحته الفنية التي تعكس بأمانة تامة المناظر والحياة القروية في موطنه، وأيضاً بسبب نشاطه كباحث للغة بروفانس. رحل فريدريك ميسترال عن عالمنا في عام 1914. للاستعداد للعام الدراسي الجديد من الأشياء اللي بتؤرق الآباء والأمهات، فيشعرون بأنهم بمتاهة ولا يستطيعون الخروج منها. ومع اقتراب قدوم العام الدراسي الجديد، يسارع الأهل إلى المكتبات والمحال لشراء مستلزمات المدرسة من ملابس وكتب، وأيضا للأسف بيغيب عن أذهان الكثير الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ولا يقتصر فقط على المستلزمات المدرسية بل يعتمد بشكل أساسي على الاستعداد النفسي والبدني وتهيئة الطالب لاستقبال العام الجديد. أكيد أريج، سنة دراسية جديدة رح تبدأ، طلاب وطالبات المدارس بمختلف فئاتهم العمرية ودعوا الفوضى والروتين اليومي والسهر وعدم التقيد بأوقات معينة للنوم أو الطعام والشراب والسفر، والبدء بمرحلة جديدة بتتطلب كسر هيدي الفوضى. سنة دراسية جديدة بتتطلب أكيد قراءة والتحضير والاستعداد اليومي للنشاطات الدراسية المتعددة. حتى نتعمق بهذا الموضوع أكثر، بصرنا أنه نرحب بالاستوديو بالأخصائية النفسية كندا عيسى. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي أنسة كندا. بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء أنه الأطفال بيكونوا يعني بكامل حريتهم بوقت الصيف بالعطلة الصيفية، وعم يلعبوا ويتسلوا، والأهل نسيانين يمهدولهم يمكن أو يدخلوا الأمور الدراسية بالصيف، وبنفس الوقت بينتقلوا للمدرسة بينسوا الأمور الترفيهية اللي كان حاصل عليها الطلاب بالصيف. كيف بده يتوازن الطالب ويدخل لعام دراسي جديد بدون ما يحس بهذا الفرق؟ بعض النقاط اللي ممكن نحن نحكي فيها اليوم عن موضوع هذا النقلة النوعية من النقيض للنقيض، من مثل ما تفضلتي في عنا نشاطات ترفيهية بدنية حركية، أي شيء بعيدة عن موضوع الدراسة، ومننسى موضوع الدراسة تماماً بالصيف ومنروح لوقت الشتاء كمان بيكون في عنا بس النشاط الدراسي فقط بدون ما يتخلله هو بعض الأنشطة الترفيهية إنه نحن نستمر فيها. فنحن بكل بساطة موضوع التوازن هو أولى نقاط اللي ممكن نحن نحكي فيها اليوم، عن إنه نحن فينا نكفي ببعض الأنشطة اللي بتكون هي بفترة الصيف لفترة المدرسة، بس مع تقليل العدد الساعات يمكن لتصير تتوازن مع الأمور الدراسية اللي هي بتشغل بال الأهل بطريقة أكبر وبتكون هي محور اهتمامهم.
والطفل بيكون هو أكيد ما نراغب بهذا الكم الكبير من الدراسة، بحيث أنه هو بحب أنه يطلع يفوت يعمل نشاطات يشوف رفقاته أكثر. هلأ نحن كمان واحدة من النقاط اللي ممكن نحكي فيها اليوم عن موضوع الطفل لما نحن فينا نمهد له لموضوع الدراسة أو أنه إجت المدرسة، نبتعد عن موضوع الترهيب يلي بيكون بطريقة أنه ماما اشبع هلأ نوم، بكرة شوف قديش رح يعني بكرة بالمدرسة بتفيق بكير وما في سهر وهالقصص، وكأنه أنا عم بعطيه رسائل ضمنية لطفلي سلبية تحمل معاني سلبية. فهي بتكون نفسي هيك. أكيد، فإنه يعني أنا بدل ما حمسه لطفلي بكون عم رهبه وعم خوفه، وإنه أنت جاي على وضع ما نو حلو، يعني بينما انت كنت عم تسهر وتفيق ايمت ما بدك بدون ضوابط، بينما انت هلا بدك تنام بساعه معينه وتفيق ساعه معينه. من النقاط اللي ممكن نعملها بهذا الموضوع انه نحن نبلش بالامور التدريجيه. هلا نحن بعد معنا 10 ايام حلوين لحتى نقدر نعمل معهم شيء لاطفالنا، لحتى نبلش نقلل ساعات السهر، بانه هن يمكن يبلشوا يحضروا مستلزماتهم، يرتبوا غرفهم، ينظموا امورهم اكثر. نبلش حتى موضوع الطعام، انه هن يمكن بيفيقوا متاخرين، بياكلوا ايمت ما بدهم، كل هاي الامور ما انا منظمه بالصيف فصل الصيف. فنحن فينا كمان نحن نبلش نعمل توقيتات، نعمل جدول زمني خلال نهارنا يكون شوي مرتب بالتدريج. لما بده يفوت طفلي على المدرسة الوضع أيسر وأسهل. نحن كأهل بالأخير نحن الموجهين الأوائل لطفلنا والمربين الأوائل، فإذا ما حرصنا عليهم وهن كنوزنا وما رح نقدر نشتغل، يعني لمين بدنا نترك هاي المسؤولية؟ أكيد. يمكن دخول الطفل للمرة الأولى للمدرسة إلى حالة كتير خاصة، ودخول الروتيني كل سنة للمراحل الدراسية المتعددة كمان لهم حالاتها. خلينا بالبداية نحكي عن تهيئ الطفل لأول مرة لدخول المدرسة، يعني بعد مرحلة الروضة وهيك بده يدخل على الصف الأول. يمكن هون بيكون في كتير رعبة وكتير رهبة من قبل الأهل عم ينقلوها للأطفال، خلينا نحكي. أكيد. هلأ أنا كتير بيسعدني أحكي عن هذا الموضوع على قد ما بشوف من أشخاص بيعانوا من هذا من آثاره جانبية بدون ما يعرفوا أنه السبب الرئيسي كان هو موضوع الانفصال وذهاب للمدرسة. فنحن يمكن مرات أطفالنا ما بيروحوا على الرياضة على مرحلة يلي قبل المدرسة مباشرة بيفوتوا بصف الأول، إن كان بهذا يعني فاتوا على الرياض أو بصف الأول، في استراتيجيات معينة فينا نحن نشتغل عليها كأهل. بالبداية نحن فينا نعمل زيارات نحن وأطفالنا بدون ما نروح نحن ونتركهم 4-5 ساعات ونرجع على البيت، إنه بكي ولا أي بيبكي شوي وبعدين بينسى. هي الموضوع مو هيك، نحن فينا نعمل شيء تمهيدي ويكون كثير سهل لإلنا ولإله ولطفلنا. فنحن رحنا زرنا تعرفنا على المعلمة، يمكن عرفناه، يمكن منصير مندور على كمان الرياض أو المدارس اللي هي بتكون غنية أكثر بالألعاب بالأمور الزينة الألوان، لأنه هي أكيد بتلفت الطفل وبتخلي ينشد لهذا المكان بعيد عن الحضن الدافي تبع البيت يعني وتبع الأم. أكيد. يعني بالإضافة للاستعداد النفسي للطفل اللي لازم تهيئ له عند دخوله للمدرسة، كمان في موضوع الخمول والكسل والراحة الزايدة اللي كانت بالصيف، كمان كيف فينا نخلي طفلنا يستعد بهالموضوع؟ هذا الموضوع الخمول خلينا نحكي عليه بشقين، في عنا نحن الشق البدني والشق الذهني. يعني الشق الذهني فينا نشتغل عليه بموضوع بعض التمارين يلي ممكن أنا أسترجع مع طفلي، بعض العمل مثل ريفريش أو إعادة تهيئة للأمور يلي نحن قاعدين عم نشتغل عليها. فينا نراجع المنهج الدراسي القديم أو نتعرف على المنهج الدراسي الجديد، يعني مشكورة وزارة التربية دائما بتعمل تعديلات تقريبا شبه سنوية لأطفالنا، فنحن بحاجة أنه نحن نتشارك هذا الوقت معهم، ونحن نروح نقول له لطفلنا روح حضر ماما
انت هذا الدرس ورجع لا بنقعد انا وياه ويمكن نحضر نكسر هي الرهبه تبع اول يوم بالمدرسه بين ما هو يكون واثق من نفسه وعارفان شو رح ياخذ بالمدرسه باول يوم ثاني يوم بين ما يكون هو رايح على المجهول يمكن ما بيعرف شو رح يصير او شو عن شو رح يحكوا المعلمات او شو هو يعني منهج او مقرر دراسي بس منلاقي يمكن بالفرصه او بالحصص في اولاد ببدايه العام الدراسي بتلاقيهم نايمين على المقعد او أكيد. او هيك ما حاس يعني ما عم يستوعبوا هي صعبه بحد ذاتها اكيد اكيد يعني نحن كلياتنا عندنا خبرات يمكن شفنا رفقاتنا او نحن مرينا بهي التجارب انه يكون في عندنا هي مثل ما حكينا انه هي النقله النوعيه اول نهار يعني قبل بنهار نحن نايمين مدري لاي ساعه على النهار الصبح فايقين الساعه 6 او 7 فاكيد راح يكون في عندنا هي المشاكل وهذا بعتقد انه من مهمه الاهل انه هن يكونوا حريصين على اولادهم ودائما يمكن الطلاب يكون عندهم اول اسبوع تعارف مو هيك ليا اكيد اول شيء تعارف هذا التمرين على فرج جديد والوان الاقلام وهدول القصص هدول كلهم يمكن يعني قصص بلجا للطالب لحتى يعني يخفف يمكن من قدومه للمدرسه والعبء الكبير يلي راح يحملوه الاهل نحن بدنا نشكرك كثير وجودك معنا اليوم وهالنصائح اللي اعطيتيها لاطفالنا وللاهالي نتمنى انه كل الطلاب يدخلوا على المدرسه وهن بكل اريحيه مستعدين لهالعام الدراسي الجديد هن واهاليهم ان شاء الله اكيد بتمنى لهم كل التوفيق وكل العلامات الحلوه اللي بيستاهلوها شكرا كثير لك شرفتينا وان شاء الله يا رب هيك بدايه عام ممتاز لكل الطلبه أكيد. شكرا كثير لك كندا عيسى شكرا كثير لك اما هلا مشاهدينا مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم ورح ننتقل لفيروزي وتحديدا لكنيسه نيكولاوس للروم الارثوذكس بهيدي البلده يلي اقامت جنز لراحه انفس شهداء التفجير الارهابي يلي ضربت عدد من المدن السورية والتي ارتقى جراء هذا التفجير 40 شهيد وأصيب العشرات من المواطنين تفاصيل أوفى أكيد رح نتابعها أريج مع بعض تماما أقيم في كنيسة القديس نيكولاوس للروم الأرثوذكس في بلدة فيروزة في محافظة حمص جنازا لراحة أنفس شهداء التفجيرات الإرهابية التي ضربت عددا من المدن السورية ترأس الجناز المطران جورج أبو زخم مطران الروم الأرثوذكس لحمص وحما وتوابعهما بمشاركة لفيفة من المطارنة والكهنة من مختلف الطوائف المسيحية وبحضور محافظ حمص وحجد كبير من أهالي المنطقة في هذا النهار الحزين بالنسبة لنا ولكنه بنفس الوقت نهار نرفع رأسنا عاليا فيه ونحيي أحباءنا جميعا الذين سقطوا في سبيل الوطن مقدمين دمه الكريم والثمين فداء عن هذا البلد وعن أبناء هذا البلد نحيي هؤلاء الشهداء تحية من القلب والروح ونصلي من أجل راحة نفوسهم جميعا ربنا يعطينا الرحمة لشهدائنا الرحمة لعائلتنا لعائلات الشهداء والرحمة بالوقت ذاته لكل إنسان الوطن الجريح يلي صلوا سنين وسنين يعطينا السلام والأمان والمحبة لبعضنا البعض نحن نندد بأي إشكال يقتل المدنيين أو أي شخص حرام ثم حرام أنه يصير هيك ببلدنا حرام لأنه العالم كله عم تتألم لأي حدث عم يصير سوريا جريحة ما أنا بحاجة لسه على هيك مشاكل نحن بدنا الأمان بدنا المحبة بدنا الإنسان يعرف أنه كل إنسان له قيمة كل إنسان هو عظيم حرام 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 مشاركتنا اليوم وبالأمس بتشييع الشهداء شهداء التفجير الإرهابي أهدف حي باب تدمر بالأمس هي تعبير عن الوفاء وعن التقدير لأرواح الشهداء ولأسر الشهداء هؤلاء الشهداء تحديدا الذين ارتقوا بالأمس كانوا فداء لأرواح الأهالي والمدنيين الذين كانوا هدفا لعملية إرهابية قذرة ولجريمة كان من المتوقع
أن تحدث بحق أهلنا في أحياء مدينة حمص، إلا أن هؤلاء الشهداء فدوا بروحهم وبأنفسهم أهالي مدينة حمص عندما انقضوا على الإرهابيين ومنعوهم من الوصول إلى أهدافهم الدنيئة. نعيم حب أن يضحي بحياته، ونحن رفعنا رأسنا أنه ضحى بحياته، ونحن قلنا الشرف ولعلي رأسنا أحسن من هيك ما بقى أحسن، والله يرحمه. وكان عشرة الشهداء قد ارتقوا جراء سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت ريفي طرطوس ودمشق وحمص والحسكة، كما أصيب العشرات من المواطنين. لأن الموسيقى حياة، ولأنها الوسيلة يلي من خلالها استطاع مشروع لاقونا على الطريق نشر ثقافة السوريين الخاصة منذ بداية فعاليتهم، حيث ينطلق مهرجان الفرق الموسيقية الصغيرة الذي يقيم المشروع لأهداف إنسانية. لنتعرف سوا يا أريج على جدول المهرجان والفرق المشاركة، بصرنا أن نرحب سوا بالمسؤول عن المهرجان ومؤسس مشروع لاقونا على الطريق نوار اسمندر. صباح الخير يا نوار، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. هلا نوار، الله يعطيكم العافية على كل شيء عم تعملوه. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي عن المهرجان، شو العروض اللي تضمنه وشو الفعاليات اللي كانت فيه؟ هلا هو اسمه مهرجان الفرق الموسيقية الصغيرة الأول، اللي حيكون عم بيكون بالآرت هاوس بالمزة، رح يكون طيلة شهر أيلول، كل يوم أربعة من شهر أيلول على الساعة 7. تضمن هو رح يسلط الضوء على الفرق الموسيقية الصغيرة وأنواع الموسيقى اللي بتقدمها. كان معنا اول يوم امبارح كان موسيقى فلامينغو شرقي، كان مع سليمان شلبي ومانو شلبي، مشكلين فرقه اسمها شلبيه، هي بتدمج الاغاني التراثيه على النمط الفلامينغو، بيغنوا بنمط الفلامينغو، بيغنوا اغاني شرقيه. طبعا في عنا يوم الاربعاء الجاي رح يكون جاز كمان اورينتال جاز، واللي بعده رح يكون اوبرا، ديوتو أوبرا مع عزف بيانو، رح يكون بهذا اليوم رنين بركات وراما نصري ومحمد عون، رح يكونوا أوبرا. وعنا آخر يوم رح تكون هيك، نحن متعودين يكون في مفاجآت للمشروع، فرح يكون مفاجأة لطيفة إن شاء الله. بما أنه مبارح كان أول يوم الافتتاح وأفكار جديدة واشتياق لأنواع مختلفة من الموسيقى اختصرت ضمن هاي المهرجان، يمكن مثل ما ذكرت حضرتك، كيف يمكن كانت المشاركة، كيف كان الإقبال، كيف كان التفاعل مع يمكن كل حدا اشتاق لهي الموسيقى؟ هلا الحمد لله من وقت ما بلشنا لحد هلا كمشروع لاقونا على الطريق كان دائما الفعاليات اللي بنعملها كان فيها اقبال كثير كبير. لنحكي عن اقبال المهرجان كان كثير مميز، وخصوصا انه المكان مختارينه شوي بعيد يعني عن الاماكن اللي بنساوي فيها بالعاده، بس كان الاقبال كثير منيح. غير هيك امنا وسائل نقل للاشخاص اللي ما انا حابه عندها بعد بالنسبه لمكانها. نعم. وكانت يعني دائما نحن بالفعاليات تبعنا كان بطاقه الدخول هي اما ميتيلز او اما طريقه تبرع جديده. كنا هلا عم ندعم، كنا هي بهذا المهرجان عم ندعم اطفال اس او اس، قرى الاطفال، عن طريق ارسال رساله. هي الرساله بخصص رقم خصصته الاس او اس للتبرع، وبالمبلغ هو لا يتجاوز 100 ليره سوري. بس تبعتي الرساله بتفوتي، بس تفرجي الرساله على الباب، بتفرجيها للشخص المسؤول وهون بتحضري المهرجان. تابع حديثنا مع حضرتك، لكن صار وقت ننتقل لزميلنا ربيع ديبه موفد الاخباريه الى المعظميه. يسعد صباحك ربيع، خبرنا عن اخر مستجدات بالمعظميه ربيع. نعم صباح الخير لك. طبعا نحن الآن نقف عند مدخل مدينة المعظمية في النقطة الفاصلة بين حواجز الجيش العربي السوري والنقاط التابعة للمسلحين. اليوم سوف يبدأ كما هو متوقع تنفيذ اتفاقية بلدة المعظمية، حيث تجمع عدد من الحافلات في عمق الصورة، تظهر معي بحدود 40 حافلة ستقوم بنقل العائلات الراغبة من داخل بلدة المعظمية بالخروج إلى مراكز الإيواء. طبعا مصدر في محافظة ريف دمشق أكد للإخبارية السورية أنه سيتم
بحدود نقل بحدود 700 إلى 1000 شخص من المدنيين من نساء ورجال وأطفال إلى مركز إيواء حرجلة. هذا هو البند الأول الذي سينفذ اليوم. طبعا هناك حديث أيضا عن موضوع نقل المسلحين مسلحي دارية الذين كانوا قد دخلوا إلى المعظمية قبل منذ شهرين قبل يعني إغلاق الطريق الفاصل من قبل الجيش العربي السوري بين دارية والمعظمية. سيتم نقل بحدود 213 مسلح إلى محافظة إدلب، وهذا أيضا ضمن هذا الاتفاق. لكن معظم المدنيين داخل المدينة سيبقون في المدينة نتيجة أن المدينة لم تتعرض لعمليات عسكرية أو يعني البنى التحتية داخل المدينة هي جاهزة، فلن يتم إخراج المدنيين من المدينة. في مرحلة لاحقة من الاتفاق كما هو متوقع ستدخل جهات الدولة الرسمية والحكومة السورية ومحافظة ريف دمشق إلى داخل البلدة. لن يخرج الأهالي كما قلت لك زينب، على العكس تماما. في الأيام المقبلة سيتم يعني دخول هيئات الدولة ورفع العلم السوري داخل مدينة المعظمية. يذكر أن عائلات مسلحي دارية كانت قد تم إخراجهم الأسبوع الماضي، وهم يقدر عددهم بحدود 303 أشخاص إلى مركز إيواء حرجلة ضمن اتفاقية تابعة لدارية وليس اتفاقية يعني المعظمية. واليوم قد نشهد خروج بحدود 213 مسلح إلى مدينة إدلب. بالمجمل ارتفع عدد المدنيين الخارجين أيضا ضمن اتفاقية دارية مدنيين التابعين يعني مدنيين من أهل دارية إلى مركز حرجلة إلى 440. أيضا كان هناك مصدر خاص الأخبارية السورية كان قد تحدث عن موضوع يعني تقديم طلب من قبل 117 شخص أول من أمس لتسوية أوضاعهم، قاموا بالخروج من داخل المدينة عبارة عن يعني منهم من هم متخلف عن الخدمة العسكرية وفارين من الخدمة العسكرية، وأيضا بعض المتورطين بحمل السلاح أو المتعاطين مع المسلحين داخل البلدة. تم إخراجهم إلى منطقة إلى حاجز الجيش العربي السوري، ثم تم تسجيل طلباتهم لتسوية أوضاعهم ومن ثم عادوا إلى داخل البلدة. بالعموم مسلحي المعظمية يختلفون عن يعني اتفاقيتهم تختلف عن الاتفاق الخاص بمدينة دارية. هم سيبقون داخل المدينة، ستتم تسوية أوضاعهم بعد إلقائهم للسلاح وتسليمهم جميع الأسلحة. كانت قد شهدت الآونة الأخيرة تسليم عدد كبير منهم للأسلحة، ومن ثم ستقوم الدولة والقوى الأمنية أيضا بالدخول إلى البلدة لإعادة الأمور إلى نصابها. ونستطيع الحديث في الأيام المقبلة ستشهد مدينة المعظمية يعني إنهاء لملفها كما حدث في دارية. لكن الأهالي كما أعود وأذكر لك زينب بأن الأهالي سيبقون داخل مدينة المعظمية. شكرا لك ربيع، أكيد نحن تغطيتنا مستمرة معك، شكرا كثير. أم هلأ مكفين معك نوار فقرتنا الصباحية، عم نحكي عن مشروع الفرق الموسيقية الصغيرة. يعني لأي درجة هالفرق هن بحاجة بالفعل لهالدعم وهالمهرجان هذا يلي عم يظهرون للعالم؟ تمام. هلأ لاحظنا بالفترة الأخيرة بلش كتير يطلع فرق موسيقية، وللأسف عم تطلع بطريقة ما عم يعني ما بتليق فيها كموسيقيين، مثل ما إذا بدي وصف صح. الفكرة أنه أغلبهم عم بيكونوا عم بيغنوا إما بمطاعم أو إما بأماكن الأشخاص ما أنا جاية لتسمعهم، يعني هي جاية أوكي في باند عم بيغني كأنك عم تحطي باك ميوزك وخلص الموضوع، بأنك تحطي يكون هو السبوت لايت، هو النقطة اللي لازم الأشخاص تجي لتسمعهم إلهم. ونحن بنلاحظ انه دائما بمشروعنا دائما من من يعني من نظهر الفرق بطريقه معينه، يعني لما نعمل ايفنت، لما بنعمل لهم برومو، لما بنعرف عليهم، يمكن بيكون بجانب الفن هناك رساله وهدف للمشاركه يمكن. ولا اكيد رح نشوف مع بعض نحن على الشاشه البرومو من الحفل الاول يلي كانت اصداؤه كثير رائعه بين الناس عم نشوفه سوا. يعني الحفل نوار فيه هدف إنساني مثل ما ذكرنا، نحكي شوية عن الهدف الإنساني اللي حاولتوا تظهروه عن طريق المهرجان. تمام. هلا حكيت بداية أنه هو كان عن طريق عن دعم قرى الأطفال لجمعية SOS سوريا. كان مثل ما حكينا هي بطاقة الدخول إرسال رسالة لحتى يفوتوا على هذا المهرجان يحضروا هذا الحفل الموسيقي. وتماما مثل ما صار مبارك باول يوم بالمهرجان فات الاشخاص فرجونا انه هن بعثين رساله ونحن ربطنا لهم
ربطة من أطفال SOS كانت على على إيدهم، يعني هو مشان نخلق ثقافة جديدة لموضوع إنه كيف ممكن تقدر تتبرع وكيف ممكن نضوي إنه بتقدر تدعم هدلون الأطفال اللي هن بقرى الأطفال. نعم، يمكن فعاليات كثيرة لقونا على الطريق شهدتها، شهدناها كلنا، شهدنا صداها الرائع بدعم الشباب السوري الواعي والمثقف. من بعد يمكن هالفعاليات كلها اليوم نوار شو بيحب يوجه كلمة من خلال الإخبارية السورية، ويمكن شو بيوعد كل حدا من الفريق أو كل حدا من المشاهدين أو من المشاركين حتى؟ هلا يعني لقونا على الطريق على مدى 5 سنين، هلا الحمد لله قدرنا نستمر على نفس الخطة، وكل مرة عم يكون في عنا شيء جديد، كل مرة يعني ما في الحمد لله ما في تكرار، دائما أفكار جديدة، دائما أشخاص جداد عم بيكون لهم ظهور أماكن جداد. الفكرة إنه الحمد لله قدرنا نوصل لأكثر من هدف، أولا إنه قدرنا نشهر فرق موسيقية كتير كتيرة، منه لقيت فرصتها، منه سافر، منه ضل هون وعم يشتغل، وقدرنا نضوي عليهم بالطريقة اللي هن بيحبوه اللي نحنا منحبها. قدرنا ندعم كتير، إن كان جمعيات وإن كان منظمات وإن كان حتى أهداف إنسانية. اللي بدي يوجهه يعني بدي أوعده إنه نحن مستمرين، حنضل رح نعمل شيء جديد بعد المهرجان، وبعد في كتير أشياء لسه جديدة إن شاء الله لهي السنة. اللي بدي أقوله يعني الفن رسالة إنسانية وسلام، يعني لازم نضل محافظين عليه وندعمه. أكيد بنتمنى هالرسالة يعني تلقى صداها عبر مشروعكم، وكل التوفيق لكم نوار. شكرا كتير لكم، شكرا كتير للإخبارية اللي عم تضوي على الشباب، عم تضوي على هي المشاريع، عم تدعم موضوع الفن بشكل عام. شكرا لكم ريش. شكرا لك، وشكرا أكيد لكل الفريق، وموفقين يا رب. شكرا كتير، شكرا. برعاية السيدة أسماء الأسد أقيم في مدرج جامعة دمشق حفل تكريم دفعة عام 2016 من البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا سلمى عودة. هم من كانوا نماذج مبدعة، رسموا أحلامهم بأقلام التفوق، وحملوا بين يديهم مفاتيح المستقبل. إنهم خريجو دفعة عام 2016 للبرامج الأكاديمية. الاسم صار كتير كبير والمسؤولية كتير كبيرة، وأملنا اليوم إنه الفرحة هي مع أهلنا، مع رفقاتنا، مع أساتذتنا، كل الناس اللي بنحبهم موجودين هون، هن شركائنا بكل شيء، شركاء المستقبل، ومثل ما شعارنا بهذا الحفل وهون البداية، حتكون هون البداية للانطلاقة نحو المستقبل اللي بدنا اياه. فرحتنا بهذا اليوم كتير كبيرة، هي فرحة مو بس فرحتي لحالي، فرحة 33 أخ عشنا معهم 7 سنين، إن شاء الله مكملين سوا كلياتنا. وألف مبروك لإله ولرفقاته ولزملاء، وتعبوا كتير بيستحقون هذا التتويج. إن شاء الله بيكملوا بيبيضوا لنا وجهنا أكثر وأكثر، ونشكر السيدة الأولى على الرعاية اللي قدمت لهم إياها. شعور مثل لما نجزار على وردة وهلأ عم تشمي ريحتها، هلأ عم تقطفيها. تصوري قديش يعني الوحدة بتكون فرحانة وقت اللي بتشوف ابنه بدرجة تفوق هيك، يعني تحس كأنه مالك الدنيا كلها. نحن قدراتنا ما في أكبر منها بالعالم. هناك وعلى درب مستقبلهم من آمن بالتميز ضمن هيئة عملت لأن تكون بيتاً ثاني، رعت كل خطوة للوصول نحو بريق الفرح بل نجاحها. استطاعوا أنهم ينجزوا دراستهم بظروف استثنائية، يعني خليني أقول فترة الدراسة 4 سنوات، إذن هن بدوا دراستهم مع بداية الأزمة، وهن أنجزوا دراستهم بتميز رائع كبير، بتميز يعني استدعى هذا التميز أن يكون لهم هذا التكريم الذي يليق بهم. وبحضور راعية التميز والإبداع السيدة أسماء الأسد، حملوا بين أيديهم ثمرة نجاحهم ليكونوا بناة غدا أفضل لسوريا. وفي نهاية الحفل أدلت السيدة أسماء الأسد بتصريح خاص لوسائل الأعلام الوطنية. نحن قبل ما يحكوا من بعد إذنك ستنا حابين ناخذ من حضرتك تصريح صغير ممكن.
على الطلاب المتميزين، يعني نحن دائماً عم نشوفك في اهتمام بعدة ملفات، لكن ملف المتميزين حضرتك عم تهتمي فيه وفي لك حضور واضح ومستمر ودعم دائماً. ليش ملف المتميزين ورغم كل الظروف ما زال مستمر والدعم له مستمر؟ ومين برأي الست متميز؟ أولاً خلينا نحط الأمور على نصاب أريج. وقت منقول تميز، ما ممكن يكون في تميز بدون ما يكون في تفوق، والتفوق ما ممكن يكون في تفوق إذا ما في عملية تعليمية كاملة متكاملة مع بعض البعض. فاهتمامي بالتميز هو أكيد جزء مكمل اهتمامي بالتفوق وبالعملية التعليمية ككل. هي أول نقطة. النقطة الثانية، شو الفرق بين المتميز والمتفوق؟ وهذا السؤال دائما أنا بسأله أو بسألوني إياه. خليني أحاول بسط لك إياه شوي. المتفوق هو مواطن فاعل، منتج، مجتهد، حريص على علمه، على معرفته، على المعرفة، تحصيل المعرفة له. المتميز هو كل هدول، ولكن هو أكثر قدرة على تطوير الوطن، أكثر قدرة على الإبداع، على الابتكار، أكثر قدرة على إيجاد الحلول للمشاكل اللي بيعاني منها مجتمعه. وبالتالي هو مطور للمجتمع ولوطنه، وليس فقط فاعل إيجابي فيه. كمان يعني على مدى 5 سنين المشروع بعده مستمر وعم يتطور وعم يكون في دعم له رغم كل الظروف. نحكي شوي اليوم يعني ليش المتميزين مثل ما ذكرنا، وخاصة هلأ الطلاب يمكن هنا متوجهين بعد تخرجهم لروسيا، ليش روسيا بالتحديد؟ وكمان في كتير عالم يمكن هلأ عم يقولوا انه هلأ وقت تميز ومتميزين وتحصيل علمي وإبداع. شو بتقولي حضرتك؟ هلأ سألتيني كذا سؤال بهذا السؤال. بس قبل ما جاوبك رح ارجع على النقطه اللي السؤال الاول اللي ذكرتيني اياه، انه مين هن المتميزين. فاكيد حوالي نموذج مالهم وحيدين، اكيد سوريا قادره تنتج اكثر من هيك بكثير وموجودين بالبلد، ولكن هن نموذج. فساليهم هن كمان عن التميز. هي بس الرجوع لورا شوي. هلا سالتيني كذا سؤال. اليوم رايحين بعد تخرجهم على روسيا، ليش روسيا بالتحديد؟ وكنا عم نحكي انه بوقتنا هلا يمكن في كتير اشخاص عم يقولوا انه هلا وقت تميز وابداع وتحصيل علمي. طيب من البدايات التوجه للمشروع كان واضح من قبل الدولة ومرسوم بملامحه العريضة، وهذا التوجه والدعم مستمر وما تغير. وخاصة أنه وقت منرسم توجه على مستوى وطن منرسمه ليستمر بالرغم من الظروف أو المصاعب، ما منرسمه ليتنفذ حسب الظرف أو حسب الحالة. وخاصة المشاريع مثل هذا اللي هي إلى دور كبير أو إلى دور مطلوب منها تساهم بتطوير سوريا وتقدمها. هي أول نقطة. هلأ النقطة الثانية، أنت سألتيني على ليش روسيا، ما هيك؟ رح أرجعك شوي لأكثر من 10 سنين، لزيارتنا الرسمية اللي عملناها لموسكو بال2005. بهالزيارة واحدة من الأهداف كانت الاطلاع على تجربتهم على المشروع التميز اللي عندهم إياه، وهو مشروع ناجح وغني. وبهالزيارة كان في كمان اطلاع على مركز التميز اللي موجود عندهم. فالحقيقة من هذاك الوقت الأصدقاء الروس مشكورين كانوا موجودين معنا بتطوير التجربة تبعنا. أرسلوا الخبراء، ساعدوا بتطوير المعايير والأسس، دربوا الكوادر اللي موجودة. فبالتالي المنح اللي تقدمت للطلاب اليوم هي استمرار لهذا التعاون القديم الجديد بين روسيا وسوريا. كمان يعني كنا عم نسأل حضرتك أمور تتعلق بالشأن العام، رح نسأل شوي عن العائلة. يعني شفنا الأطفال موجودين بأكثر من مناسبة علمية، وشفنا حافز بالأولمبياد العلمي السوري، لكن تواجدهم مع زيارتكم للجرحى شو سببها؟ لألك شغلة، كل المجالات بالحياة بترتكز على قاعدة أساسية هي انتماء للوطن. الموظف إذا ما كان بيأمن بالوطن ما حيخدم المواطن. الجندي إذا ما كان بيأمن بوطنه ما حيدافع عن الشعب. وكذلك الطبيب والمهندس والعامل وغيرهم. نفس الشيء للطالب، مستحيل وما بيصير يكون هدفه الأساسي هو فقط تحصيله العلمي أو الشهادة أو العلامة. ما بيصير.
هذول وسائل ليساعدوه ليستمر وليعطي. لهذا السبب لذلك أكثر شيء أنا بحاول ركز عليه كأم مع أولادي هو أنه يحبوا سوريا. هذا الحب يتمثل بداية باحترام الناس وخاصة الكبار، بيتمثل بالتمسك بالتنوع الغني اللي موجود بالمجتمع، بيتمثل بالتقدير للتضحيات الكبيرة اللي تقدمت من قبل كثير من الناس بهذا الحرب بهالحرب، وصولا لليقين يمكن، وزرع عندهم القناعة الكاملة انه مستقبلهم وامانهم بيتحقق من خلال مستقبل الوطن وامانه. فبالتالي يعني اذا الوطن بخير هن رح يكونوا بخير، واذا الوطن موجوع فهن موجوعين، ولهذا السبب هن كانوا موجودين معنا بهذيك الزيارة. أنا بدي أشكرك كتير ستنا، شكرا كتير لهاللقاء. شكرا. أهلا وسهلا. بس أنا يمكن عبرك، بس هو الحقيقة الكلمة للطلاب الخريجين اليوم كتير يمكن قالوا لهم عطوهم نصائح ورسائل وحملوهم مسؤوليات كبيرة، وأنا على المسرح حسيتهم أنه هن حاملين هم كبير الحقيقة، بس نحن ما ننسى أنه أنتوا طالعين بعد كم يوم لروسيا سفراء لبلدكم، سفراء لسوريا، سوريا الحضارة، سوريا الانفتاح، سوريا العلم، سوريا المعرفة، هي هي سوريا الحقيقية. فبدياكم تطلعوا راسكم مرفوع واسعالكم واسقين بالدولة اللي بعتتكم، ومن هلأ عم تفكروا كيف بدكم تساهموا بالتطوير المجتمع وتطوير سوريا. فبتمنى لكم كل التوفيق، أنا إيماني فيكم كتير كبير وبانتظاركم إن شاء الله. أكيد ما في أحلى من العلم والنجاح والشعور بهالنجاح يلي عم يتكلل دائما مثل ما شفنا. أكيد بدنا نشكر سلمى وبدنا نشكرك يا أريج على هالتغطية الرائعة، وإن شاء الله هيك دائما بنشوف المشاركات بالنجاحات الكتير حلوة إن شاء الله. واليوم بيشاركنا بصباحنا الخريجين الأوائل بهيئة التميز والإبداع خلدون نصر نصر، الخريج الأول على برنامج علوم وتقانة الليزر، وكاترينا جورج الحجي، الخريجة الأولى من برنامج العلوم الطبية الحيوية. صباح الخير وألف مبروك وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، الله يبارك فيكم. تسلمي، شكرا. يا هلا فيكم. يعني مبارح حققتوا يمكن رحلة علمية ختمتوها بهالنجاح وهالتفوق هذا يلي وصلتوا. خلدون خلينا نحكي من بداية يعني الرحلة العلمية اللي بلشتوا فيها من 4 سنين بالبرامج الأكاديمية، كيف كانت؟ شو كانت الصعوبات اللي واجهتوها؟ كيف قدرتوا توصلوا لهالمرحلة؟ طبعا بداية كانت صعبة عنا، 4 سنين كانت عمل شاق صعب دؤوب. كان عندنا طموح، عندنا أمل وعندنا حلم، يعني إنه بنقدر نحقق شيء ونقدر نتخطى كل الصعوبات اللي هتواجهنا. صراحة الصعوبات اللي كانت يعني ما كانت صعوبات دراسية بالنسبة لنا مثلا كمتميزين، خلينا نقول، بس كانت صعوبات من ناحية الغموض. طبعا في تحدي إنه بالنسبة لتحصيل العلمي يعني، بس في كمان عندنا صعوبات بالنسبة للغموض في حول البرنامج اللي كان قبل الفترة هاي. كان في غموض كتجربة أولى، وما في حدا خريجين قبلنا بالبلد. نحن دفعة 2016 من الدفعات الأولى اللي تخرجت من المركز الوطني للمتميزين، فكانت الصعوبة هون إنه بالتفكير بالمستقبل لوين رح نروح ووين رح نوصل. هلا صارت كل الأمور واضحة عندكم؟ الحمد لله كلها صارت واضحة مبارح لحتى اتضحت يعني بشكل واضح والحلم تحقق. كاترينا خلينا نحكي عن مبارح، نقلي لنا شعورك كيف كان، قدي حلو شعور النجاح، قدي حلو وقفتكم هيك مع بعضكم وهيك كتير مبسوطين وبالتفوق الكتير كبير. صراحة عن جد شعور لا يوصف. بس حكى خلدون نحن مرينا بكتير صعوبات، بس كل هاي الصعوبات، كل هذا التعب، كل المشاكل
ما عاد ننساها كلياتها باللحظة اللي نحن وقفنا فيها على الستيج واستلمنا الشهادات وشفنا بعيون أهالينا بعيون دكاترتنا البسمة الفرح فخرهم فينا، وإن شاء الله نكون قد هالثقة والمسؤولية اللي هني حملون عليها. كاترينا، أنت تخرجتي من اختصاص كنت حابة تدخلي، يعني ليش اخترتي هذا الاختصاص وخبرينا كيف قدرتي توصلي له؟ هلأ اختصاصي أنا برنامج العلوم الطبية الحيوية، كان اختياري له بيعتمد على الميول والرغبة. أنا من أيام المركز الوطني يعني المتميزين كنت بميل لمادة العلوم، مادة الكيمياء، يعني لأنه واحد طبي أكثر من الفيزياء رياضيات هاي المواد، لهيك اخترت هذا البرنامج حتى قدرت اوصل لهذا الاختصاص اجباري باجتهاد مسابره دراسي، يعني مو بالامر السهل. والحمد لله امبارح ختمناها الاربع سنين ختمتوها بهذا التفوق. برافو كثير خلدون. يمكن ظروف صعبه مرقت على البلد وعلى الشباب وعلى العلم، يمكن كمان خلينا نحكي اليوم انتم هالمسؤوليه يلي اخذتوها هالنجاح يلي حققتوه، قديش هي الرساله هي كثير مهمه، وشو يمكن بتحب توجه كلمه لكل الشباب السوري الطموح ولكن يمكن في ظروف صعبة، يعني لازم كيف لازم نتغلب على هاي الظروف وننجح ونتفوق؟ تمام. صراحة الظروف الصعبة يعني على الكل بالبلد والأزمة بالبلد والحرب اللي علينا، صحيح أنه ما لازم تكون عائق أمام العلم. العلم نحن نتغلب على كل شيء صعوبات عنا. العلم هو السبيل الوحيد عنا لمنا نحقق كل أحلامنا وكل أهدافنا، والعلم نقيض الجهل يعني، وكل سبب الأزمات وسبب المشاكل كلها هو الجهل. صحيح. فنحن بدنا نتغلب بالعلم على الجهل، وهي رسالة لكل الطلاب السوريين يعني والمتميزين والمتفوقين وحتى اللي يعني غير هيك، إنه يفكروا بمستقبل بلدنا، مستقبل سوريا، خليها تكون يعني إنه نبنيها بعلمنا، نبنيها بجهدنا، ونحارب كل جاهل عم يحاول انه يغطي او يمحي حضارتنا وتاريخنا. كمان انت زادت عليك المسؤوليه بعد تخرجك، وهلا يعني الحلم يلي حققتي بدراستك اليوم قديش بتحسي انه انت لازم تعطي اكثر لبلدك ويمكن تردي شوي جزء من الجميل والرعايه اللي كانت لكم؟ احنا من اول ما دخلنا على المركز كان في علينا مسؤوليه واجتهدنا لحتى نقدر نكون قد هاي المسؤوليه، بس وبعد ما دخلنا على الجامعه كبرنا وكبرت المسؤوليه. بس اكيد هلا بعد ما رح مثل ما بشرتنا مبارح السيده اسماء الاسد رح نسافر على روسيا لنكفي دراسه مرحله الماجستير، اكيد كبرت المسؤوليه ولازم نكون احنا سفراء لبلدنا سوريا برا، نفرجي انه نحن سوريا بلد العلم بلد العمل بالرغم من كل الاطراف اللي هي هلا عم تحاربنا وتحاول تنزل من انجازاتنا، بس لا ان شاء الله احنا حنكون قدها ونتابع ونكون قد المسؤوليه. كاترينا، يعني انت صبيه ورح تصيري بالمستقبل ان شاء الله يا رب ام، قديش هي الفرحه وقديش هي المسؤوليه كمان، قديش حلو انك تنقليها لجيل لاولادك لحتى يمكن يكفوا على مسيره العلم والتفوق حتى لكل حدا عم يشوفك. نحن ربينا من نحن وصغار ربينا انه على مسيره التميز على مسيره الابداع، اكيد وقت رح نحن نكبر ويصير عندنا اولاد بدنا نحاول نزرع هي فكره التميز فكره الابداع بقلوبهم وبعقولهم حتى هن كمان يكفوا بالمسيره ويقدروا يردوا الجميل لبلدنا الغالي. خلدون، مبارح خلال حفل تخرجكم ولقائكم بالسيده اسماء الاسد رعايه التميز والابداع قديش بالفعل اعطاكم دفع للامام؟ صراحة هو كان بعد صعوبات كبيرة كان هو بوابة اللي فتحت لنا المستقبل. مبارح اللقاء مع السيدة الأولى صراحة عنا كانت بشرتنا إنه كانت مفاجأة حلوة كثير إنه رح نطلع نسافر على روسيا ونحصل دراسات العليا بهيك بلد متطور يعني علميا، خاصة بالمجالات الدقيقة مثل العلوم الطبية الحيوية والليزر، فهذا كان خبر كثير حلو بالنسبة لنا.
طبعا الحكي اللي سمعناه هلق من الست انه كان يعني عباره عن جرعه امل لنا. نعم اكيد اكيد خلدون كمان يعني هيك بعد هالفرحه امبارح وبعد ما شفت اهلك كيف كانت رده الفعل وهالحلم وهالتميز يلي انت وصلت له باختصاصات جديده بشيء جديد كيف كانت رده الفعل اهلك وكيف قد ايه كانوا يمكن رافعين راسهم بشاب مثلك؟ صراحه فرحه الاهل يمكن احنا ما رح نعرف نحس فيها او نقدر نحس فيها هلق، بس مثل ما وجهت الحكي لكاترينا انه بعدين رح ان شاء الله انه يكون ابنائنا انه يكونوا هيك يحققوا هيك انجازات رح نشعر فيها فرحه، هي اكيد رح تكون او كانت بالنسبه لاهلنا من يعني احلى فرحه عندهم يشوفوا ابنهم، خاصه مثلا الاول بالنسبه لي ولكاترينا انه شيء كثير فخر بالنسبه لنا، كمان فخرنا باهلنا هن اللي ربونا وهن علمونا على الطموح وزرع العلم، يعني انه زرع انه حب العلم وحب التعلم بعقولنا. كاترينا يعني نذكر شوي كيف دخلتوا انتوا للمركز وكيف وصلتوا لهالمرحله؟ هلا مثل ما كان بيعرف الكل انه تجربه المركز وقت نحن حصلنا على شهاده التعليم الاساسي التاسع كانت تجربه جديده، نحن اول دفعه تمينا انتسبنا للمركز كان لازم نحقق مجموع معين فوق ال 264، بعدين انجزنا ثلاث اختبارات، هاي الاختبارات بتفحص القدرات المهارات والقدرات العقليه العليا، فحصت المواهب الفنيه، اللي اجتاز الثلاث الاختبارات تم اختيار 75 طالب من مختلف المحافظات وتم الدخول للمركز الوطني للمتميزين، كان هو 3 سنين وعاشر 11 بكالوريا، بس كان منهاجه خاص يعني بيختلف عن المنهاج الثانوي العامي، بالاضافه لحلقات كنا نقوم نقدم حلقات بحثيه بمختلف المواد في فيزياء كيمياء رياضيات، وبنهايه كل فصل كان في مثل مشروع بحث صغير كنا نقدمه كمان بمواضيع مختلفه، هي كان كمان تميزنا عن هي بالاضافه للرحلات العلميه الرحلات الفنيه. وبعد هالمركز انتقلتوا للجامعه يلي كانت 4 سنين بالاضافه لسنه اضافيه كانت ضمن الصيف. اي مزبوط هي 4-5 سنين بس عملنا فصلين صيفيين، رحنا على مركز البحوث على هيئه الطاقه الذريه على هيئه التقانيه الحيويه، نفذنا تجارب اخذنا محاضرات بمواضيع مختلفه محاضرات نظريه، حتى قمنا بنشاطات اجتماعيه مع ابناء الشهداء مع عدة مكاتب، هي النشاطات زادت خبرتنا الاجتماعيه خبرتنا العلميه والعمليه كمان. هالمشاريع كلهم وهالدراسات وهالبحث العلمي كانت ثمرته انه حضراتكم يعني حصلتوا على المرتبه الاولى وكنتوا الخريجين الاوائل على دفعتكم. نحكي خلدون كلمه اخيره بتحب توجهها اليوم لكل حدا وصلك لهون. اول شيء الاهل ثم الاهل اكيد الشكر الاول لهم، اهلنا هو لهم الفضل الاكبر اول شيء بتربيتنا مثل ما حكيت، اكيد نحن كمان بدنا نتشكر سياده الرئيس دعمه كمان انه كان بشكل مباشر بمرسوم احداث المركز، يعني اهتمامه بانه والنظره المستقبليه اللي عند سيادته كانت انه العلم هو الطريق الوحيد لبناء البلد، والسيدة الاولى اسماء الاسد كمان حكينا ورح تضلها هي الراعي حتى انه بعد ما نسافر ونرجع رح نرجع ورح متأكدين انه رح تتابع كل امورنا وكل اخبارنا بشكل مباشر. وجامعتنا جامعه دمشق وزاره التعليم العالي كلهم عم يسعوا هلا لحتى يسهلوا لنا الامور السفر والمستقبل. موفقين يا رب، وان شاء الله بايام اللي جايه بنشهد كمان تواجدكم بتخريج دفعه كمان من الاوائل تكونوا انتم عم تدعموها نفسيا واكيد معنويا. كاترينا كلمه اخيره على السريع بتحبي توجهيها لكل حدا؟ مثل ما قال خلدون اهلنا القياده الحكيمه السيده اسماء، وشكر كثير خاص للاستاذه الدكتوره سحر الفهوم منسقه برنامج العلوم الطبيه الحيويه والاستاذ الدكتور مصطفى
عموري منسق صائم الدهر. صائم الدهر عفوا منسق برنامج تقانة الليزر، بالإضافة للدكتور الأستاذ دكتور عامر مارديني وزير التعليم السابق يلي رافقنا خطوة بخطوة من بداية دخولنا للجامعة، ورئيس الجامعة حسان دكتور حسان الكردي، والأستاذ دكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي. أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك الخريج الأول خلدون نصر والخريجة الأولى كاترينا حجة، إن شاء الله دايما بتحققوا مراكز عالية بعلمكم. شكراً كتير لكم لاستضافتكم الحلوة. شكرا. هلا اكيد مكافيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير. اكيد اريج، وهلا وصلنا لفقرتنا الاخيره مع الكلمه ودوره، هالمره دوره بالتشجيع وخصوصا مع منتخبنا يلي عم يخوض عدد من المباريات بالدور النهائي للتاهل لكاس العالم. اما اليوم رح نتعرف اكثر على كتاب اغنيه تشجيع المنتخب السوري علي ورامي جمول. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير رامي. صباح وصباح الخير يا علي. بداية عند حضرتك رامي، يعني بوقت كتير قصير شفنا على الفيسبوك الأغنية انطلقت، كمان بدنا نذكر أنه هي بصوت الفنان شادي أسود، ولقيت صدى كتير كبير وانتشرت على كل الصفحات كدعم لمنتخبنا. مبروك النجاح. الله يبارك في البداية، وخلينا نحكي عن الأغنية. هلا الأغنية بلشت فكرتها، نحن مجموعة من الشباب بدنا نعمل شيء. فهالفترة هاي شفنا أنه المنتخب بحاجتنا، يعني بحاجتنا وبحاجة دعمنا بهالظروف هيدا. فقررنا أنا ومجموعة من الشباب وعلي وفي الأستاذ حامد إحسان دعمنا الغنية، والشاب صديقنا الغالي كمان مازن يونس اللي هو مخرج العمل، وقررنا واعتمدنا أنه يغني شادي أسود ووافق يعني، وتم الأمر. نحن رح نشوف الأغنية مع بعض ونشوف قديش حماسية وقديش لقت صدى. خلونا نتابع مشاهدين ونرجع نكمل في حديثنا. الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة، يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة، شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة، أملنا بمنتخبنا كبير وأسيا نحن من كبارة. أكيد يعني مع هالأغنية متمنى دائما الفوز لمنتخبنا. علي، هالكلمة هالأغنية من كلماتكم وألحانكم، يعني شو الدافع وراء هالأغنية؟ هل هو حبكم للرياضة أم كان في عندكم تجارب سابقة؟ هلا هو حبنا الرياضة أكيد يعني طبعا، لأنه نحن شباب بنحب الرياضة، وأي شيء بيدعم منتخبنا الوطني فكمان يعني شيء بيخلينا نعطي من قلبنا أكثر. ف كانت الفكرة أنه في صديق لنا كان اسمه مازن أعطاني فكرة أنه خلينا نعمل شيء لمنتخبنا، فحبينا نعمل هاي الخطوة. ونحن عندنا يعني عندنا موهبة بالكتابة والتلحين أنا ورامي، ف يعني طلبنا مازن وأي شيء بيدعم يعني هذا الشيء نحن أكيد
نشتغلوا من القلب يعني اكيد. نعم اكيد مشاريع كثيره والحان وكلمات جديده رح تنطلق على الضوء مثل ما بيقولوا وفي شيء لسوريا في شيء للبلد اكيد بكل كلمه وبكل لحن في شيء بيلامس ارض هالوطن يلي هي بحاجه كلمتنا ولحننا ايضا. خلينا نحكي عن التحضيرات. هلا في تحضيرات جديده لاغنيه بتخص المخطوفين والاسرى اللي ما كثير نذكروا بالاغاني هذول حسيتهم انه انظلموا. وطبعا سياده الرئيس يعني كثير يعني اعطى يعني اولى انه بده يعني حكى كثير عن الموضوع واولى اهتمامه فحبيت انا اعمل عمل نشتغله انا وعلي مع بعض يعني عن المخطوفين. نعم. علي كيف بيتم اختياركم للمواضيع؟ يعني مثل ما شفنا هلا كان في تشجيع لمنتخبنا، المواضيع المقبله رح تكتبوا لها وتلحنوا لها، كيف تختاروها؟ طبعا اختيار الموضوع حسب كمان الظرف يعني، هلا المنتخب هلا عنده بطوله فنحن مثلا بهي الفتره الأهم المنتخب، بالفترات القادمه ان شاء الله في اعمال ثانيه ان شاء الله، يعني كل شيء كل ظرف له عمل محدد طبعا. يعني المخطوفين مثلا ان شاء الله هي في غنيه لاي شيء بخص الجيش الشهداء المخطوفين اي شيء بخص بلدنا نحن يعني بنتعب عليه اكثر. وفي عندنا طبعا مجال خاص يعني بنشتغل اغاني حتى رومانس او غير شيء يعني طبعا، بس بنختار مواضيع دائما بتهم المجتمع بتهم يعني بتعبر عنا نحن كشباب سوريين دائما. العمل الجديد يعني بده يكون تقريبا اتفقنا مع يعني واحد من المطربين اللي بتحبوهم كثير نجم بسوريا يعني ان شاء الله هو اللي راح يغني غنية المخطوفين من الأسرى ان شاء الله يا رب. اكيد يمكن بهي الظروف يلي عم نمرق فيها مثل ما سمعنا يمكن غنية دعم لمنتخبنا كلمتها كثير وصلت للقلب فورا وحتى اللحن كان خفيف ولطيف. يمكن بهي الظروف قد ايه نحن بحاجه لهيدا الاحساس لهيدا الشعور باللحن والاغنيه. طبعا نحن بحاجه لاي شيء يعني لامس الروح والمشاعر صحيح. فنحن عم نعتمد بكلماتنا وبالحاننا على الشيء الخفيف بالقريب. البسيط القريب للقلب يعني لانه فورا يعني نحفظ اذا الطفل الصغير ممكن يحفظه انه يعني مما كان سمعه بيعلق بالذهن فورا. قديش ممكن ياخذ وقت معكم التحضير لاغنيه معينه؟ تحضير للاغنيه ككتابه او تلحين فحسب موضوع الغنيه او حسب كلماتها لحنا شو في تعب، بس كمان بياخذ بالتوزيع بالمكساج بالماسترنج يعني في عمل بده يكون كادر كامل يعني عم يشتغل العمل. نحن ككتابه والحان حسب كل غنية الى ظرفها يعني وكل غنية بتاخذ وقت محدد. نعم وانتم بتختاروا الفنان اللي هو بيشارك حسب تواصل يعني تواصل مع الفنانين وشو اكثر شيء مثلا بيزبط على فنان محدد مثلا بنختاره الفنان لازم تكون لابقه له يعني. قد ايه متوقعين نسبه النجاح يا علي أغنية منتخبنا؟ إن شاء الله كثير يعني ونتمنى كثير ونتمنى سيارة. طبعاً دائماً بالأيام القليلة يعني قديش كنتوا متوقعين لهالدرجة؟ الحمد لله إنه عن جد فاجأتنا يعني بس يعني دائماً العمل اللي بخص شيء وطني فبيعطي رهجة أكثر بين العالم بيحبوه أكثر وبيعطونا حتى نحن دافع أكبر لحتى نشتغل شيء أحسن يعني طبعاً. هون بحب بس أشكر الصديق مازن لأنه هو كان صاحب الفكرة وهو اللي تعب بالغنية كثير وسافر وإجا كثير يعني حتى صارت الغنية حلوة. والموزع الموسيقي روبير خوري كمان بوجه له تحية اللي كمان تعب معنا وقدم شيء حلو. واليوم رامي يعني شو بتوجه كلمة سريعة لكل حدا قادر يقدم لبلده رغم كل الظروف اللي عم نمر فيها ولحتى أكيد دايما يعطي الدفع والمحبة وكل شيء بيقدر يقدمه لبلده عن طريق مجاله؟ طبعا هذا واجب على أي شخص سوري شو فين يعمل للبلد بهالفتره هي لازم يعمل يعني واجب هذا ما انه والله شيء انه فينا وما فينا لا هذا واجب علينا لازم نقدم كل شيء فينا عليه. موفقين نحن اكيد يعني هيك بنرفع راسنا بالمواهب مثل حضرتكم. موفقين يا رب رامي وعلي جمول وناطرين اكيد كل جديدكم والف مبروك الاغنيه والنجاح كل التوفيق لكم وكل المشاريع اللي رح تقوموا فيها. شكرا لكم كثير وشكرا يعني للاخباريه السوريه كمان اللي استضافتنا. لا شكرا للاخباريه السوريه ولكم وللجيش العربي السوري اللي حامينا وسياده الرئيس كمان بالشهر حافظ الاسد رحمه لشهدائنا
ألف رحمة لروحهم. شكرا كثير لكم. يعني ليا مع هالطاقة والدفع اللي عم يعطوه الشباب السوري نحن رح نختم برنامجنا الصباح. بيبقى نذكركم مشاهدينا بأنه الإخبارية السورية رح تبقى مكافية معكم بتغطيتها لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية. وأيضا بنهاية أسبوعنا بنتمنى لكم نهاية أسبوع مليئة بالراحة. ولا أي اقتراحات بهمكن تشاركونا فيها بحلقاتنا القادمة، ما لكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل تحية لكم مشاهدينا، وموعدنا بكرة بيتجدد بنفس الوقت بتوقيت دمشق. باي باي باي.